جاتلك إصابة قوية ويمكن ساعتها تقلك إن مش هتلعبي سكواش تاني، فيعني احكي لنا بقى كواليس الإصابة دي وإزاي قدرتي تكملي بعدها. يعني اعتقد ديت لحد دلوقتي هي من اكبر الاصابات اللي جاتلي في حياتي كلها. في ساعتها برضو كانت بالنسبه لي انا لسه صغيره، وان انا استوعب ان ممكن حد يقول لي ان انا مش هلعب سكواش، او ان انا مش هروح البطوله اللي جايه، او ممكن اقف لفتره طويله. كان كل ده كلام كان صعب عليا في الوقت ده. بس طبعا قعدت في شهور كتيره بلف على دكاتره كتير قوي، وبسمع اراء كل دكتور مختلف، وكل واحد بيقول حاجة شكل، يعني اللي بيقولي كملي سكواش عادي ومفيش حاجة، واللي بيقولي بطلي متلعبيش، واللي بيقولي بس ركبة والعبي. يعني كل واحد كان عنده رأي مختلف الحقيقة. فاضطريت ان انا اسافر ألمانيا، وقلت ان انا لما هسافر هناك هشوف الدكتور، واللي هيقول عليه هو اللي هعمله هناك. فلما سافرت قال ان انا محتاجة اعمل عملية، وعملت العملية في الزيارة دي على طول، ورجعت بعديها يعني بعد 7 شهور. يمكن ايه هو كان تشخيص الإصابة؟ تشخيص الإصابة إن أنا كنت لسه صغيرة، وكان لسه عندي العظم، كان لسه بيبقى فيه اللي هو النمو وكده، فكان عندي زي عظمة مفصولة، فكانوا محتاجين يشوفوا العظمة دي إن هما مش كانت إما تتكسر، محتاجين إن هما يرجعوها تاني مكانها أو يحطوا مكانها عظمة تانية. في تشابه بين بطولة العالم ناشئة 2011 وبطولة العالم الأخيرة اللي انت كسبتيها للكبار، انك كنت مصابة قبلها وقعدتي فترة مش عارفة هتلعبي ولا مش هتلعبي. الاتنين وصلتي نهائي بس الأخيرة دي كسبتيها. كنت انت قلتي ان الفريق بتاعك نفسه قال ان ممكن متخشي البطولة دي وتستني بطولة تانية عشان الإصابة ما تزيدش. ايه اللي دفعك بقى لقدام عشان تقدري تحققي البطولة دي؟ انا عايزه اقول لك انا مفيش بطوله تمام لعبتها وما كانش عندي اصابه قبليها. هي بس السنه اللي فاتت بتاعت شهر 7 دي الوحيده اللي كنت الحمد لله كويسه. بس كل مره كل بطوله فيها قصه مختلفه، بيبقى عندي اصابه مختلفه، وببقى قبليها فجاه بيحصل حاجه معرفش. يعني هي كل حاجه معرفش ليها، ملهمش علاقه اكيد، بس يعني الظروف بتيجي كده يعني، وبيبقى اضطر الدنيا مش مظبوطه، نشوف هنحاول ايه اللي هيحصل. بس بطولة العالم أكبر بطولة في الآخر في السنة، ودي أهم بطولة، كلنا بنبقى عايزين البطولة دي ونفسنا نكسب البطولة ديت. فبحاول على قد ما أقدر إن أبقى كويسة في الأسبوع بتاع البطولة يعني. قبل ما نتكلم على البطولة دي تحديدا، بتقولي ان اصابات كل بطولة ليها اصابة، هل ليهم علاقة بالاصابة اللي وانتي صغيرة ولا كلها اصابات مختلفة عن بعض؟ لا، في كده وفي كده يعني. أنا في حاجات بتحصل فجأة يعني، كان في مرة عندي مزة في الضمة لوحدي قبليها بيومين. في بطولة كان ركبتي ليه السكواش مش لعبة أولمبية؟ حقيقة مش عارفين، بس احنا بنحاول لأسباب كتيرة قوي. ممكن ما نبقاش عشان كده ما نبقاش في اولمبيكس، بس يعني في الاخر ممكن الناس مش عشان احنا مصريين جامدين او عشان احنا مسيطرين وكده، بس هي حاجات اكبر من كده يعني. بس احنا مش عارفين الاسباب ايه، بس احنا بنحاول وهنفضل اعتقد كلنا نفسنا او امنيه حياتنا ان احنا نخش الاولمبيكس يعني. يمكن من الآراء المنتشرة إن التحكيم سبب رئيسي إن اللعبة مش أولمبية عشان الآراء تقديرية وبتختلف من حكم في لعب للتاني. كتير قوي، لعب كلها التحكيم فيها تقدير يعني. ما اعتقدش ان ده سبب، ممكن يكون هما بيقولوا ده سبب، بس ما اعتقدش ان هو ده السبب الرئيسي يعني. إن اعتقد في لعب كتيرة جدا بتبقى التحكيم فيها تقدير يعني، مش حاجة واضحة يعني. كان في تصريح قديم لميسي بيقول ان هو ممكن يتنازل عن نص بطولاته مقابل انه ياخد بطولة مع المنتخب، هل نفس الشعور ده ممكن يوصلك انك تتنازلي عن بطولات عالم مقابل الاولمبياد ولا لا بطولات مش العالم هتنازل اهم؟ عن حاجة، بس أكيد أتمنى إن في يوم من الأيام لو عندي فرصة إني نبقى في الأولمبيكس وأكسب ميدالية أولمبية، أكيد أكيد هعمل أي حاجة يعني عشان أوصل للميدالية يعني. يمكن من الألعاب اللي ابتدت تتشهر قوي الفترة الأخيرة لعبة البادل، ويمكن انت كنت بتلعبيها من فترة كمان قبل ما تنتشر في مصر. شايف ان هي ممكن تأثر على السكواش ولا؟ شايفة إن ممكن تأثر على السكواش. يعني اللعبة منتشرة بطريقة كبيرة قوي، والناس كلها مبسوطة بيها، وبتلعب بطولات كتيرة جدا، ومش في مصر بس، في العالم كله. أعتقد إن هي الفترة الجاية هتبقى مكانها في حتة تانية يعني. بسبب انتشارها الكبير ده يمكن ابتدى يبقى فيه مطالبات فعلا انها تدخل الاولمبياد. تفتكر ان هي لو دخلت اولمبياد ممكن تقرري انك تتجه للبادل ولا؟
سؤال صعب دلوقتي قوي اني ارد عليه، بس يعني اكيد مش هلعب بادل بدل سكواش ده اكيد، بس يعني ممكن لو بطل بقى سكواش هبقى افكر في الموضوع ده يعني.